أعزائي المشاهدين أبنائي الطلاب، مع ازدياد عدد السيارات وزيادة احتمال وقوع أضرار لها، قامت شركات تأمين متعددة في سوريا لمشاركة الأشخاص الذين سيملكون هذه السيارات في الأضرار التي قد تحدث، ليمنح مالك السيارة الشعور بالأمان عند شرائه للسيارة، وبالتالي يزيد عدد السيارات المشترى وتزيد المشاريع الاستثمارية في الدولة لرفع الاقتصاد الوطني وتطويره. منذ البداية كانت شركات التأمين محددة في القطاع العام فقط، وبعد السماح باستيراد السيارات أصبحت هناك شركات خاصة وشركات عامة للتأمين، وبسبب وجود هذه الشركات واحتمال زيادة عددها سنقوم بالدراسة المحاسبية في شركات التأمين قسم المركبات أو التأمين على السيارات، ولكي نؤهل كادرا قادرا على مواكبة سوق العمل تعرفنا في الندوة الماضية على الوحدة السادسة في كتابنا محاسبة المنشآت المالية المدخل إلى محاسبة التأمين، والتي استعرضنا فيها تعريف التأمين، وظائف التأمين الاقتصادية والاجتماعية، ثم أنواع التأمين وخصائص عقد التأمين، ثم أطراف عقد التأمين وأركانه، والمبادئ القانونية للتأمين، ثم سجلات أقسام التأمين. أعزائي المشاهدين أبنائي طلاب الصف الثالث ثانوي التجاري، نخصص ندوتنا لهذا اليوم لمتابعة الوحدة السابعة والأخيرة من التأمين على المركبات أو السيارات. فبعد أن تعرفنا على كيفية حساب القسط الإجمالي للتأمين على سيارة ما والقيود التي تسجلها شركة التأمين، نتابع معا عرض فقرات هذه الوحدة. أعزائي يمكنكم توجيه أسئلتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. في البداية نرحب بضيوفنا الأستاذ ماهر النن. أهلا أنسي هنادي الأبيض. أهلا أنسي هنادي. نبدأ معك أنسي هنادي. نعلم جميعا أن هناك هيئة الإشراف على التأمين معتمدة داخل سوريا، ما المقصود بهيئة الإشراف على التأمين؟ تمام، استكمالا للندوة السابقة سنتطرق حاليا إلى هيئة الإشراف على التأمين. طبعا وجود شركات التأمين بحاجة إلى هيئة، هذه الهيئة موجودة في وزارة الاقتصاد لتقوم بالإشراف على شركات التأمين المعتمدة في البلد. طبعا هذه الهيئة سوف تتقاضى نوعين من البدلات أو الأعباء. أولا عندي بدلات هيئة الإشراف على التأمين والتي سوف تحتسب بنسبة قدرها 6% من إجمالي أقساط التأمين الصافية، إضافة إلى تعويض آخر يسمى تعويض متضرري الحوادث، وهذا التعويض يحسب بنسبة 1% من أقساط التأمين الإلزامية، لكن بعد أن تستثنى منه البطاقة البرتقالية. إذا ما هي البطاقة البرتقالية؟ البطاقة البرتقالية، نعلم أن هنالك بعض السيارات التي تكون خارج الحدود الجمهورية العربية السورية، فالبطاقة البرتقالية هي عبارة عن تأمين إلزامي للسيارات التي تكون خارج الحدود، وهذا التأمين مقداره 100 ليرة سورية عن كل بطاقة. ننوه أيضا أن بدلات هيئة الإشراف على التأمين وأعباء صندوق متضرري الحوادث سوف يتم سداده بشكل ربعي، أي كل 3 أشهر. تمام. أيضا هناك بدلات للإشراف على التأمين كما ذكرتي، كيف تحسب هذه البدلات؟ تمام، نتابع على الشاشة. بدلات هيئة الإشراف على التأمين هي عبارة عن الأقساط الصافية ضرب نسبة 6%، وأعباء صندوق متضرري الحوادث هو عبارة عن أقساط التأمين الإلزامية ضرب نسبة 1%. تمام. القيود الآن في دفاتر شركة التأمين بالنسبة للبدلات والأعباء. إذن نعيد ونذكر أن هذه القيود هي التي تسجل في دفاتر شركة التأمين، فإذا بدلات هيئة الإشراف على التأمين وأعباء صندوق متضرري الحوادث هي عبارة عن نفقات مستحقة على شركة التأمين، فإذا نبدأ بالقيد الأول اللي هو قيد إثبات استحقاق البدلات والأعباء من مذكورين حساب بدلات هيئة الإشراف على التأمين، حساب أعباء صندوق متضرري الحوادث، إلى حساب هيئة الإشراف على التأمين، وعند السداد سوف يكون القيد من حساب هيئة الإشراف على التأمين إلى حساب الصندوق أو المصرف حسب طريقة سداد البدلات أو الأعباء. تمام، إذا نأخذ تمرين عملي على هيئة الإشراف على التأمين. لدينا التمرين الآتي: في 30/6 بلغت الأقساط الصافية لدى شركة التأمين عن الربع الثاني من العام مبلغ 1,000,000 ليرة سوري، كما بلغت أقساط التأمين الإلزامي عن ذلك الربع مبلغ 600,000 ليرة سوري، وقد قامت الشركة بسداد ما عليها لهيئة الإشراف على التأمين نقدا. المطلوب: ما القيود اللازمة اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية؟ نبدأ بالعمليات الحسابية. أولا لنحسب بدلات هيئة الإشراف على التأمين. بدلات هيئة الإشراف على التأمين تساوي أقساط التأمين الصافية ضرب نسبة 6%. فأقساط التأمين الصافية كما ورد بنص المسألة 1,000,000 ليرة سورية ضرب 6%. فإذن بدلات هيئة الإشراف على التأمين مقدارها 6,000 ليرة سورية. ننتقل إلى العنصر الثاني وهو أعباء صندوق
صندوق أعباء متضرري الحوادث ويساوي أقساط التأمين الإلزامية ضرب نسبة 1%. أقساط التأمين الإلزامية كما وردت في نص المسألة 600,000 ضرب نسبة 1%، فأيضا قيمته 6,000 ليرة. مجموع التعويضات 12,000 ليرة سورية. إذن انتهينا من العمليات الحسابية، سوف ننتقل إلى القيود الواجب تسجيلها في دفاتر شركة التأمين. القيد الأول من مذكورين حساب بدلات هيئة الإشراف على التأمين، والعنصر الثاني الذي قمنا بحسابه حساب أعباء متضرري الحوادث إلى حساب هيئة الإشراف على التأمين. المبلغ الأول 6,000 ليرة سورية والمبلغ الثاني 6,000، مجموع 12,000 ليرة سورية. شرح القيد إثبات البدلات والأعباء. طريقة السداد، وكما ذكر في نص المسألة أن طريقة السداد نقدا، فيكون القيد الثاني من حساب هيئة الإشراف على التأمين. ممكن ترفع الورقة شوي عاصم؟ إلى حساب الصندوق 12,000 ليرة سورية. شرح القيد سداد البدلات والأعباء نقدا. تمام، شكرا عاصي هنادي. استاذ ماهر، قد تطرأ بعض التعديلات على عقد التأمين. تمام. يعني تغيير مثلا بمواصفات بالألوان او كذا، ما هي وتسمى ملحق العقد؟ تمام. ما انواع ملحق العقد؟ طبعا بالبداية ارجو الاستفادة من ندوتنا هذه والاستكمال لندواتنا السابقة. طبعا يطرأ عند ابرام عقد التأمين يمكن ان يلحق بما يسمى ملحق عقد التأمين. يفرد فيه ما يمكن ان يعدل من مواصفات هذا العقد. هناك نوعين من التعديل لو بنتابع مع بعض. عن اول شيء تعديلات بمعلومات عن السياره، ممكن تعديل عن تغيير لون السياره او اي صفه لها. طبعا الحاله هي بتقوم شركه التامين باستيفاء رسمي الطابع الثابت ال 300 ليره سوري ورسم الاداره المحليه. هذا اذا ترى اي تغيير على مواصفات السياره مثل لون او صفه بها. يمكن ان هناك تعديل على القسط بحد ذاته، اما زياده او نقصان. فإذا كان التعديل عن زيادة قسط التأمين، هذه الزيادة ستسجل كإصدار وثيقة التأمين وتحصل هذه الزيادة مع الرسوم كأنه عملية إصدار جديدة. وإذا كان التعديل بالنقصان فتكتب قيود معاكسة إدارة. وسنبين بالتمارين بعد قليل مثالا على تغيير في معلومات عن السيارة أو تعديل بالقسط. إذا التعديل هو بأحد أمرين، يعني بمواصفات السيارة تماماً. أو بالأقساط، والأقساط إما بالزيادة أو بالنقصان. تماما. الآن نأخذ تمرين أستاذ ماهر على تعديل قسط التأمين ولكن بالزيادة. تمام، تفضلي نتابع التمرين. في 1/7 بلغ قسط التأمين على سيارة سامي في إحدى شركات التأمين مبلغ 50,000 ليرة سورية، وقد قام بتعديل القسط بزيادته بمقدار 20,000 ليرة سورية، يصبح مبلغ 70,000 ليرة سورية، واستحقت العمولة للوكيل نقداً على التأمين نقداً. المطلوب القيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية. تمام، لو بنتابع الحل مع بعض، طبعاً معطيات المسألة ونرجع للنص، قسط التأمين كان 50,000 وأصبح 70,000. أي أن الزيادة 20,000 ليرة سورية. طبعا أنا قبل ما أبدأ ممكن أن تعطى الزيادة مباشرة أما أن يعطى مبلغ القسط كيف كان وكيف صار. لنبدأ الآن نعتبر المبلغ الزيادة اللي هو 20,000 هو القسط الصافي. لو نتابع الحل مع السيارة هذه، إذا مبلغ الزيادة 20,000، لنحسب الآن رسم الطابع النسبي مباشرة. ورسم الطابع النسبي كما ذكرنا في ندوتنا السابقة هو القسط الصافي مضروبا بالنسبة 3%، وحنعوض مباشرة بس لضيق الوقت مباشرة بنعوض 20,000 ضرب 3% ويساوي 600 ليرة سورية. إذا رسم الطابع النسبي هو القسط الصافي ضرب 3% 600 ليرة سورية. رسم الطابع الثابت طبعا هو دائما في مسائل التأمين على المركبات هو 300 ليرة سورية. ننتقل إلى رسم الإدارة المحلية، أيضا قانون ذكره قبل التعويض، رسم الطابع النسبي زائد رسم الطابع الثابت ضرب 5%، إذا سيكون رسم الإدارة المحلية يساوي، نفتح قوس، رسم الطابع النسبي ظهر معنا 600 ليرة، زائد 300 ليرة رسم الطابع الثابت،
ضرب 5%، والجواب يكون معي 45 ليرة سورية. هذا هو رسم الإدارة المحلية. إذا نلاحظ هي خطوات عندما قام سامي بتعديل قصة تأمينه بالزيادة هي نفس خطوات إجراء إصدار وثيقة التأمين، لكن مبدأ الزيادة النقد هو مبلغ القسط الصافي. ننتقل لإيراد رسم العقد ويساوي 115 ليرة سورية. فيكون إجمالي الزيادة عن القسط هو مبلغ مجموع القسط الصافي. إذا القسط الإجمالي للزيادة يساوي القسط الصافي 20,000 ليرة سوري زائد رسم الطابع النسبي 600 ليرة سوري زائد رسم الطابع الثابت 300 ليرة سوري زائد رسم الإدارة المحلية 45 ليرة سوري زائد إيراد رسم العقد 115 ليرة سوري بحاصل مجموع 21,060. إذا عزيزي الطالب ننوه مرة ثانية أنه هذه العمليات مطلوبة منا لأنه المطلوب القيودي اليومي لازم يبين عمليات حسابية. عملية الوكيل أيضا ستفرض أو استحقت عملية الوكيل نقدا على التأمين، فبدي أحسب العمولة. العمولة تساوي عمولة الوكيل هي القسط الصافي ضرب 15%. القسط الصافي 20,000 ليرة سورية واللي هو مبلغ زيادة ضرب 15% فيكون عمولة الوكيل الذي ذكر في نص التمرين 3,000 ليرة سورية. إذا قبل البدء بالقيود أستاذ ماهر معنا اتصال. إذا هي العمليات الحسابية الآن المرحلة الثانية القيود في اليومية. معنا اتصال. ألو مساء النور. أهلين الله يعافيك. أهلين أهلين يارا تفضلي. شو سؤالك يارا؟ انه كيف بنحسب عموله الوكيل المفوض وعموله الوكيل غير مفوض؟ تمام، هي معك الاستاذ ماهر، تفضل استاذ. نحن ذكرنا بالمره الماضيه الفرق ما بين عمولتي الوكيل المفوض والوكيل غير المفوض، وممكن بسرعه استاذ ماهر نعطيه مثال رقمي مشان يكون موضح اكثر. اي ممكن تمام. بنطلع على الانسه هنادي اذا سمحتي. اذا افترضنا انه معي انا القسط الصافي 17,500 وعم تتابعنا يا رب، بتمنى تمسك ورقه وقلم وآلة حاسبه وتتابع معنا. معنا يا رب؟ ايه معك. تابع معنا اذا بدك. القسط الصافي 17,500 ليره سوري. اذا ذكر لي في نص التمرين ان عموله الوكيل مفوض ساحسبها الان. عموله الوكيل المفوض تساوي القسط الصافي ضرب 15%. القسط الصافي 17,500 ضرب 15% يساوي 2625 ليره. 2625 ليرة. نحن نعرف هلا هذا المبلغ حكتب فيه قيدين، القيدين هن بس ذكرناهم الدرس الماضي، من حساب عمولات تأمين سيارات إلى حساب الوكيل، ومن حساب الوكيل إلى حساب الصندوق، كمان حكتب لك إياه هون، من حساب عمولات تأمين سيارات. شو الرقم أستاذ؟ 2625 عمولة الوكيل اللي طلعت معنا إلى حساب الوكيل. هي حساب العمولة، والقيد الثاني من حساب الوكيل إلى حساب الصندوق. من حساب الوكيل إلى حساب الصندوق نفس المبلغ 2625 ليرة سوري. إذا بعتقد يا اللي عم تحكي معنا، إذا ذكر أن الوكيل مفوض سأحسب العمولة الوكيل تساوي القسط الصافي ضرب 15%، وكتبت لها القيدين اللي ملاحظينهم. حخلي نفس المثال لكن حاعتبر أنه الوكيل غير مفوض. حنعتبر الوكيل غير مفوض. حنتابع مع الأنسة هذه كمان. الوكيل غير مفوض ستحسب على العمولة ضريبة. إذا نرجع نقول إحنا طلع معنا إذا الوكيل غير مفوض والقسط الصافي اعتبرته نفسه 17,500 طلعت معنا العمولة إحنا قبل شوي 2600 طبعا عفوا 17,500 ضرب 15% يساوي العمولة نفسها 2625. الآن إذا الوكيل غير مفوض سأحسب ضريبة على العمولة. إذا بنقول ضريبة العمولة تساوي العمولة ضرب 2625 5% تساوي 132 ليرة سوري. إذا هون صار معي العمولة 2625 والضريبة 132. لاحظي كيف ستصبح القيود الآن. نكتب القيدين الآن لكن مع تغيير بسيط، من حساب عمولات تأمين سيارات إلى مذكورين الآن وليس إلى الوكيل كما ذكرنا قبل قليل. لأنه في ضريبة. تماما. إلى مذكورين وكيل غير مفوض أو مندوب مبيعات بنسميه وكيل غير مفوض ودوائر مالية ضريبة العمولة. هذا هو الفرق الآن، ودوائر مالية بين قوسين ضريبة العمولة. سأثبت الآن عمولات تأمين سيارات والمبلغ الكامل 2625 ليرة سوري، وسأثبت الدوائر المالية 132 ليرة سوري، فيأخذ الوكيل غير مفوض 2493 حاصل طرح 2625 من 132. إذا لاحظت كيف اختلف القيد الأول، القيد الثاني لن يختلف إلا بالتسمية. من حساب
وكيل غير مفوض إلى حساب الصندوق. طبعا وبمبلغ الذي فقط للوكيل غير مفوض إلى حساب الصندوق 2493 ليرة. 2493 ليرة. إذا هذا هو الفرق ما بين العمولتين، إذا كان وكيلا مفوضا أو وكيلا غير مفوض. طبعا ممكن دوار المال يتسدد إذا زكي في نص التورين. إذا غير مفوض في ضريبة، بالمفوض ما في ضريبة مع القيود اللي بتحكي هذا الشيء. معنا يارا ولا انقطع الاتصال؟ تمام. إيه بتكون تابعتنا معنا. تمام. ماشي، إذا بنكمل معك أستاذ ماهر. كنا حاطين العمليات الحسابية بقيان القيود. تمام. حسبنا القسط الإجمالي لمبلغ الزيادة على سيارة سامي الذي أراد تعديل قسطه من 50,000 إلى 70,000. وصلنا ان الزياده طلعت معنا 21,060، وطلعت معنا العمولة الوكيل 3000 ليره سوري. وسنكتب الان القيود التي لا تختلف كثيرا عن قيود اصدار وثيقه التامين. نتابع الكتاب الان. هذه النسب والحسابات كلها المفروض الطالب يكون حافظها لانه ما تعطى بنفس الوقت. اكيد. نكتب القيد، القيود اللازمه الان من حساب اقساط تامين سيارات مستحقه الى مسكورين. نفس الفقرات، حساب اقساط تامين سيارات 20,000 ليرة سوري، وحساب دوائر مالية رسم طابع نسبي 600 ليرة سوري، هذا طبعا اللي طلعوا معنا قبل شوي. وعندنا حساب دوائر مالية رسم طابع ثابت 300 ليرة سوري، وحساب دوائر مالية رسم إدارة محلية 45 ليرة سوري، وأخيرا حساب رسم إدارة المحلية 45 ليرة سوري، وحساب إيراد رسم العقد 115 ليرة سوري. طبعا أعود وأكرر أنه عزيزي الطالب تأكد من إجابتك على الآلة الحاسبة قبل أن تضع الجواب. طبعا هذا هو القيد الأول، المبلغ الإجمالي 21,060. إثبات زيادة الرسوم. إثبات زيادة الرسوم. ذكر أن استحقت العمولة الوكيل نقدا وأنه سدد الفرق. حأكتب القيد السداد الآن من حساب الصندوق إلى حساب أقساط تأمين سيارات مستحقة. هو نفس القيود اللي ذكرناهن عند إصدار وثيقة التأمين. بمجمل 21,060 ليرة. 21,060 سداد الزبون سامي لمبلغ الزيادة. طبعا حسبنا العمولة وطلعت معنا عمولة الوكيل المفوض هون 3000 ليرة، لها قيدين كما ذكرنا قبل قليل، من حساب عمولة تأمين سيارات إلى حساب الوكيل. حساب ممكن العمولة ترفع الورقة شوي آسف. تمام، 3000 ليرة حساب العمولة. والقيد الثاني إثبات استحقاق العمولة. والقيد الأخير من حساب الوكيل إلى حساب الصندوق. قيد السداد. سداد العمولة نقداً التي استحقت للوكيل كما ذكر في نص التمرين 3000 ليرة. 3000 ليرة سوري. شرح القيد هو سداد العمولة. طبعاً هذه هي إذا طرأ تعديل على إحدى على قسط التأمين زيادة، لاحظنا أنه أخذنا مبلغ زيادة وقمنا نفس الإجراءات وكتبنا القيود الأربعة نفسها. تمام، شكراً أستاذ ماهر. أنسي هنادي، الآن قد يكون التغيير في مواصفات السيارة كما ذكرنا سابقاً. لنأخذ التمرين على تغيير مواصفات السيارة وكيف يمكن تعالج محاسبياً وتقوم بالحسابات شركة التأمين. تعديل هو يتعلق بمعلومات تخص السيارة، هو تغيير اللون، مواصفات السيارة. تمام. لدينا التمرين الآتي، بلغ قسط التأمين على سيارة مريم مبلغ 35,000 ليرة سوري بتاريخ 20/4. قامت مريم بتغيير لون سيارتها من أحمر إلى أزرق، فأعلمت الشركة بذلك وسددت مريم ما عليها لشركة التأمين نقدا. المطلوب القيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية. إذا نلاحظ أنه أول ما بتغير لون لازم تبلغ شركة التأمين مشان ما يفكروا سيارة تانية أو فيه. مجرد غيرت اللون بتبلغ شركة التأمين لحتى يصير تغيير بالمواصفات عنده. تمام. تمام. إذا كما ذكر بنص المسألة، قسط التأمين الصافي مبلغه 35,000 ليرة سورية، فإذا سوف نحتسب رسم الطابعة الثابت وهو مبلغ ثابت 300 ليرة سورية، وننتقل إلى حساب رسم الإدارة المحلية. إذا أولا القسط الصافي ويساوي 35,000 ليرة سورية، رسم الطابعة الثابت 300 ليرة. تمام.
رسم الإدارة المحلية. طبعا حتى نقوم بحساب رسم الإدارة المحلية لابد في البداية أن نحسب رسم الطابع النسبي، فإذا رسم الطابع النسبي رسم الطابع النسبي ويساوي إذن رسم عفوا إن رسم الإدارة المحلية هو عبارة عن مجموع النسبي مع الثابت. تمام، رسم الإدارة المحلية هو عبارة عن مجموع رسم الطابع النسبي زائد الثابت والكل مضروب بنسبة 5%. فإذا أنا في البداية رح أحسب رسم الطابع النسبي. رسم الطابع النسبي القانون عم نذكره شفهيا بس عم نطبق العمليات الحسابية، هو عبارة عن القسط الصافي 35,000 ليرة سورية ضرب 3%، فيكون رسم الطابع النسبي مبلغه 50 ليرة. 1050 طيب. أنا مالي بحاجة رسم الطابع النسبي، لكن أنا مشان طالع رسم إدارة محلية عم نحسب رسم الطابع النسبي. إذن حاليا ننتقل إلى حساب رسم الإدارة المحلية ويساوي رسم الطابع النسبي 1050 زائد رسم الطابع الثابت 300 ليرة والكل ضرب نسبة 5%، فيكون رسم الإدارة المحلية 67 ليرة ونص بالتقريب إلى أقرب ليرة، فإذا هو 68 ليرة. إذا هي هي العمليات الحسابية. سوف ننتقل إلى القيود الواجب تسجيلها عندما تكون تعديل. يعني عفوا سيدي، أنا هون بتغيير السيارة أنا بحاجة لرسم الإدارة المحلية والثابت، فإذا عطوا معي جاهزين حنكتب القيود مباشرة، لكن أي واحد منهم مجهول طبعا هو بدنا نحسبه نحن قبل ما نعمل القيود. حسبنا النسبة مشان طالع الإدارة المحلية. تمام. ننتقل إلى القيد. القيد الأول من حساب أقساط تأمين سيارات مستحقة إلى مسكوني حساب دوائر المالية رسم الطابع الثابت مقداره 300 ليرة حساب دوائر المالية رسم إدارة 68 ليرة 68 ليرة، فيكون المبلغ الإجمالي 368 إثبات رسوم التغيير. رسوم التغيير وذكر في نص التأمين أن مريم سددت ما عليها لشركة تأمين نقدا، فيكون القيد من حساب الصندوق إلى حساب أقساط تأمين سيارات مستحقة المبلغ الإجمالي 368 ليرة 368 سداد رسوم التغيير. تمام شكرا على سهادي. الآن أستاذ ماهر، نعلم جميعا أن عقد التأمين يكون له وقت محدد. تمام. ربما يرغب المستأمن أن يجدد هذا العقد، ربما يرغب أن يوقفه أو ينهيه. تمام. الآن عند انتهاء عقد التأمين كيف يمكن تجديده في حال رغب المستأمن بذلك؟ طبعا مدة التأمين لا تتجاوز العام كما ذكرنا في ندوتنا السابقة وبداية ندوتنا الحالية، لكن تقوم الشركة في كل شهر باستخراج الوثائق التي تنتهي مدتها في الشهر القادم مع بيانات الضرورية وترسل للمستأمن عن طريق الشركة أو الوكيل قبل 15 يوم من انتهاء إصدار البوليس التأميني. لذلك إذا قبل 15 يوم من انتهاء تأميني ترسل للشركة عن طريق الوكيل أو هي ترسل مباشرة. إذا وافق المستأمن، إذا أنا وافقت أنه على التجديد، يتم إصدار وثيقة جديدة وتسجل في سجل الإصدار إذا عرضناه سجلات في الندوة القادمة السابقة، والقيود الخاصة بالتجديد هي نفس قيود الإصدار اللي ذكرناها، الإصدار والتحصيل العمولة. إذا هذا إذا أبلغتني شركة التأمين مباشرة أو عن طريق الوكيل. تمام. لا هي شركة التأمين مصلحتها أنه تجدد العقود. تماما. بقى مشان تكون طبعا تزيد أرباحها وضل مستمرة بالتعامل مع المستأمن مع العملاء. الآن في إجراءات معينة ممكن تأخذها شركة التأمين لحتى ترغب أو يعني يرغب المستأمن أكثر بتجديد العقد ما دغري ينهي. شو هي الإجراءات اللي ممكن تأخذها شركة التأمين؟ أنا مثلا مأمن على سيارتي أكثر من سنة والحمد لله ما بصير معي ولا حادث، ممكن أنا أعتبر حالي متضرر من دفع الأقساط. تمام. شركات التأمين هون بتلجأ مشان تشجعني إنه جدد عقد تأميني، طبعاً أنا ما بصير معي حوادث كتير وخايف إنه نسحب من عندها، بتعمل لي خصم. هناك خصم اللي تشجع المستأمنين على تجديد عقد تأمينهم، والخصم طبعاً يذكر في نسبة متحددة. يعني بجوز ما يأخذوا معه ما يأخذوا منه بالعقد الثاني نفس المبلغ والعقد، بجوز يخصموا له قسم معين مشان يرغب بالتجديد. طبعاً النسبة المئوية تحدد حسب سياسة الشركات. طبعاً ويحسب هو بالقسط الصافي ضرب النسبة المحددة بالنسبة. ممكن حسب أرباحه وحسب قد إيه له متعامل مع الشركة هاي. ممكن نشوفها مع بعض التمرين إذا بدك مباشرة. تمام، إذا نأخذ تمرين عملي على طريقة الخصم. تماماً.
بنتابع مع بعض التمرين. تمام. في 3/1 بلغ قسط التأمين السنوي الصافي على سيارة علي مبلغ 50,000 ليرة سوري، وقد منحته الشركة خصما 20% من قيمة القسط، وذلك بسبب تجديد عقده لمدة 3 سنوات وعدم وقوع أي حادث. والمطلوب لاحظ هون عدم وقوع أي حادث الخصم، يعني ويكون في كل سنة حادث أو في أضرار كتير عم تتحمل شركة التأمين تريد تعمل له خصم. والمطلوب القيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحساب. إذا لاحظ عزيزي الطالب، بلغ قسط التأمين السنوي على سيارة علي 50,000 ليرة سوري. لنبدأ الآن، طبعا تجديد عقد التأمين هي نفس خطوات تماما الإصدار. التي الإصدار ذكرناها مع إضافة فقرة حنلاحظها بعد قليل هي الخصم، لكن الخطوة 99% لن تختلف. نبدأ مع بعض. القسط الصافي جاهز 50,000 ليرة سوري. نحسب الآن، وما حكتب القانون أيضا مشان الوقت إحنا، لكن عزيزي الطالب اكتب القانون ثم قم بالتعويض. رسم الطابع النسبي هو القسط الصافي ضرب 3%. إذا رسم الطابع النسبي يساوي 50,000 ليرة سوري ضرب 3% ويساوي 1500 ليرة سوري. إذا أحده صفر أو مقرب إلى أكبر 10 إذا مقبول. والعزيزي الطالب، هذه الطريقة التي نتبعها أن أضع جميع الأرقام التي يحتاجها بمستطيل. لو عم لاحظ شوي أنسي هنادي، معلش لاحظ كيف نكتب لكي تسهل عليك عملية الجمع. إذا حطيت القسط الصافي 50,000 مستطيل، حطيت ال 1500 ليرة رسم الطابع النسبي أيضا، وسنتابع كذلك مشان أنا أرتب ورقتي. إذا هي طريقة بالترتيب لحتى يقدر ياخذ الأرقام صح، ما يخربط الأرقام جاهزة للجمع مباشرة. بنتابع رسم الطابع الثابت أيضا دائما ثابت 300 ليرة سوري. إذا 300 ليرة سوري. رسم الإدارة المحلية كما ذكرت هو رسم الطابع النسبي زائد رسم الطابع السابق ضرب 5%. سنقوم بالتعويض الآن. رسم الإدارة المحلية يساوي بين قوسين 1500 ليرة سوري زائد 300 ليرة سوري مضروبة ب 5%، والجواب 90 ليرة سوري. إذا عفوا أستاذ مهدي، نوقف هلا عند رسم الإدارة المحلية ومنتابع بعد الاتصال. معنا اتصال مشان ما نطرى طالب كثير. معنا سمية. أهلين سمية. ألو. ألو. تفضلي. تريدي عندي سؤال إذا تريدي. تفضلي سمية. عند وقوع الحادث لازم يكون في مبلغ استرداد. تمام. معك الأنسة هنادي، تفضلي. بالنسبة للتعويضات المستردة. معنا سمية. أي معك. هي الأنسة هنادي، تواصلي معها، تفضلي. التعويضات المستردة في حال كان الحادث ناشئ عن طرف آخر غير المؤمن له أو المستأمن، ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على المتضرر بالحادث وقد تأخذ منه مبلغ التعويض بالكامل أو جزء منه حسب مسؤوليته عن الحادث، وهذا المبلغ يسجل في حساب اسمه حساب التعويضات المستردة. والتعويضات المستردة تكون بنسبة مئوية من قيمة القسط الصافي. طبعا التعويضات المستردة هي عبارة عن حساب لن يتم اقفاله في حساب التعويضات مثل المصروفات التحقيق بالحوادث. وإذا بتابعنا بعتيدها لو حنحل تمرين عليها ان شاء الله. اذا بتابعنا بعد قليل ان شاء الله. واضح سمية؟ واضح، شكرا كثير. في سؤال ثاني؟ يعطيكم العافية. الله يعافيكي، موفقة سمية. منتابع استاذ ماهر. وصلنا عند رسم الاداره المحليه كان 90. رسم الاداره المحليه منتابع الحل مع بعض. رسم عفوا ايراد رسم العقد يساوي 115 ليرة سوري. اذا جميع هذه البيانات التي اذكرها على ورقه الايجابي مطلوبه مني طبعا. فيكون الان اجمالي قسط التامين، القسط الصافي القسط الاجمالي، القسط الصافي 50,000 زائد رسم الطابع النسبي 1500 زائد رسم الطابع الثابت 300 ليرة سوري زائد رسم الاداره المحليه 90 ليرة سوري زائد ايراد رسم العقد 115 ليرة سوري. فالاجمالي يساوي 52,005 ليرات 005. لكن قبل أن أتابع هنا، بما أنه تجديد سيتمنح للشركة خصم ذكر في نص التمرين 20%، سأحسب الآن الخصم الممنوح يساوي القسط الصافي ضرب 20%. إذا هنا الخصم الممنوح القسط الصافي حسب نكتب القانون لأنه أول مرة بينكتب معنا. الخصم الممنوح يساوي، بدي أحفظه من القوانين طبعا، القسط الصافي ضرب النسبة اللي ذكرت اللي هي 20% بنص المسألة 20. تمام. بالتعويض الآن القسط الصافي 50,000 ضرب 20% يساوي 10,000 ليرة سوري. يجب أن أتابع العمليات، صافي القسط الآن أو صافي الإجمالي، صافي القسط الإجمالي لأن القيود ستختلف قليلا بعد قليل، يساوي القسط الإجمالي كان معي 52,005 ليرات، 52,005 ليرات ناقص 10,000 هذا الخصم الذي منحتني إياه الشركة يساوي 42,005 ليرات.
طبعا ايضا عن طريق وكيل اذا ذكر ساكتب عمولة الوكيل، عمولة الوكيل تساوي لا تختلف القسط الصافي ضرب 5%. القسط الصافي 50000 ضرب 5 عفوا 15% ويساوي 7500 ليرة سوري. والوكيل هنا وكيل مفوض. لكن عزيزي الطالب تابع الان القيود كيف ستختلف خاصة القيد الاول فقط. طبعا احنا نعرف القيد كان عند الاصدار من اقساط تمليك سيارات مستحقة الى مذكورين. سيصبح الان من مذكورين الى مذكورين لانه دخل عندي خصم منحتني اياه شركه التامين قدره طلع معنا 10000 ليره سوري. القيود لن تختلف كثيرا الا القيد الاولاني حيختلف معنا. بنتابع الحل من مذكورين الى مذكورين. لو بنتابع الحل مع بعض حساب اقساط تامين سيارات مستحقه وحساب خصم ممنوح، هذا هو الاختلاف الان عن الاصدار العادي. سأثبت الآن الخصم الممنوح 10000 وسأترك الأقساط التأمين سيارات مستحقة إلى الأخير. إلى المذكورين سنفرد جميع البيانات اللي ذكرناها بدءا من أقساط تأمين سيارات 50000 حساب دوائر مالية بين قوسين رسم طابع نسبي، وأنوه وأعيد يجب كتابة كامل الفقرة رسم طابع نسبي طلع معنا 1500 ليرة سوري، وحساب دوائر مالية رسم طابع ثابت وبمبلغ 300 ليرة سوري، وحساب دوائر مالية رسم إدارة محلية طلع معنا 90 ليرة سوري، وحساب إيراد رسم العقد 115 ليرة سوري. سأقوم الآن بجمع هذه المبالغ كلها 50 زائد 1500 زائد 300 زائد 90 زائد 115 بطرحها من 10000 فيبقى لي 42005 ليرات. هذا اللي حسبناه قبل قليل عندما حسبنا الصافي. إذا رسوم إثبات رسوم التجديد. باقي القيود نفسها بس حيختلف المبلغ. سأدفع إذا الآن سيدفع، لكن سيدفع المبلغ بعد الخصم من حساب الصندوق إلى حساب أقساط تأمين سيارات مستحقة وبمبلغ 42005 ليرات 42005 ليرات. سداد الزبون علي ما عليه لشركة التأمين 42005 ليرات. سداد الزبون ما عليه، طبعا الزبون عندنا كان اسمه علي. الوكيل العمولة طبعا القيد لن يختلف إذا كان مفوضا من حساب عمولات تأمين سيارات إلى حساب الوكيل. ممكن الورقة شوي لفوق أنسي هنادي. ومن حساب الوكيل إلى حساب الصندوق. مبلغ العمولة أستاذ ماهر؟ 7500 ليرة. 7500 ليرة. شرح القيد إثبات العمولة. وتسدد من قبل الشركة من حساب الوكيل إلى حساب الصندوق. هذا 500 ليرة. نفس المبلغ. هذه هي إجراءات. شرح القيود طبعا سداد العمولة. هذه هي الإجراءات التي تبعتها الشركة. نرفع الورقة شوي لفوق أنسي. هذه هي القيود وهذه لفوق لفوق. تمام. هذه هي الإجراءات والقيود اللي تبعتها الشركة عندما طلب علي تجديد عقد التأمين وبعد خصم 20%. تمام شكرا أستاذ ماهر. معنا اتصال، معنا أحمد. الله يعافيك، أهلين أحمد تفضل. تفضل أحمد. تعديل معلومات تتعلق بالسيارة. تمام. المطلوب رسم طابع ثابت ورسم الإدارة المحلية. تمام. رسم الطابع النسبي. هل يجب علينا كتابته على ورقة الإجابة بالتفصيل ولا نكتفي بحسابه ونقل النتيجة إلى رسم الإدارة المحلية؟ بدك تكتب كل شيء على بالتفصيل على ورقة الإجابة يا أحمد. تمام. كله يعني كله مطالب فيه. هاي إذا بتلاحظ أحمد مكتوب أنا عندي المطلوب القيود اليومية اللازمة في هاتفاتي شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية. ما حتخسر شيء، ما حتحسب تطالع الإدارة المحلية من دون ما تطالع رسم الطابع. هي معلومة بتعرف اكتبها، هو على كل الأحوال على علامة. تمام. يعني مطالب سابق حلينا نحن نفس المعلومات. تمام. في سؤال ثاني أحمد؟ لا يسلم. موفق. موفق. أهلا وسهلا. إذا نكمل معك أنسي هنادي. نعلم جميعا أن الهدف من عقد التأمين هو تعويض المستأمن عن الأضرار المحتملة على المركبة في حال وقوعها. الآن ما هي الإجراءات التي تتبع من قبل شركة التأمين في حال وقع هذا الضرر؟
عند وقوع الحادث أو الضرر يجب على المستأمن أن يقوم بإبلاغ شركة التأمين فور وقوع الحادث لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. طبعا يقوم بهذا العمل قسم خاص هو قسم التحقيقات في الشركة، فترسل شركة التأمين من قبلها شخص إلى مكان الحادث حتى يطلع على ظروف الحادث ويحدد الضرر، ومن ثم يتم تحديد مقدار التعويض الذي سوف يتم سداده إلى المؤمن له أو المستأمن. لكن قسم التعويضات وقبل أن يبادر إلى صرف التعويضات للمؤمن له يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ثلاث نقاط أساسية. أولا أن يتأكد أن وثيقة التأمين سارية المفعول من حيث التاريخ والسداد، يعني أن تاريخ وقوع الحادث هو ضمن مدة التأمين نفسه، وأن يكون المؤمن له قد قام بسداد الأقساط المترتبة عليه بتاريخ وقوع الحادث. النقطة الثانية التي يجب أن يتأكد منها قسم التعويضات أن يكون الحادث هو ضمن موضوع التأمين، يعني أنا مثل ما شرحنا بالندوة السابقة أن التأمين له عدة أنواع، فإذا أنا هون الضرر الواقع هو ضرر تأمين على الأضرار المادية التي تخص المركبة. والنقطة الثالثة أن يكون الطالب التأمين هو المتعاقد مع شركة التأمين، يعني من قام بالحادث هو الشخص نفسه أو وكيله القانوني، فإذا هاي نقاط يجب أن تأخذ بعين الاعتبار من قبل قسم التعويضات قبل أن تبادر إلى تحديد التعويض والذي سوف يتم معالجته بالقيود التالية. إذا أجزاء قسم التحقيقات لكي يعرف بيان مدى صحة هذه المعلومات كي يستحق التعويض أو لا يستحقه المستأمن. الآن آسيا نادي، ما هي القيود اللازمة عند وقوع هذا الحادث؟ كما نتابع على الشاشة القيود اللازمة عند الحادث. أولا طبعا نعيد ونذكر أن هذه القيود تسجل في دفاتر شركة التأمين، فالتعويضات هي مبالغ مستحقة الدفع على شركة التأمين، فإذا القيد يكون من حساب تعويضات الحوادث إلى حساب التعويضات المستحقة، شرح القيد إثبات استحقاق التعويضات، وعند سدادة يكون القيد من حساب التعويضات المستحقة إلى حساب الصندوق أو المصرف. طبعا التحقيق في الحادث كما ذكرنا أن التحقيق في الحادث يستدعي إرسال شخص من قبل شركة التأمين إلى موقع الحادث، وهذا الإرسال يستدعي مصروفات مختلفة نسميها مصروفات التحقيق بالحادث. هذه المصروفات سوف تقوم شركة التأمين بسدادها بالبداية، ومن ثم يتم إقفالها في حساب التعويضات لتصبح جزء منه، فتكون القيود من حساب مصروفات تحقيق الحوادث إلى حساب الصندوق أو المصرف، ومن ثم يتم إقفالها في حساب التعويضات من حساب تعويضات الحوادث إلى حساب مصروفات تحقيق الحادث. تمام. إذا أنسي هنادي، هل يمكن أن تسترد شركة التأمين في بعض الأحيان أو في بعض الحوادث ممن يكون فيها طرف آخر بعض من مبالغ التأمين أو بعض مبالغ اللي بتعوضها للضرر للشخص المستأمن؟ تمام، هذا نفس السؤال اللي ذكرته قبل قليل، ونعيد الإجابة عليه، أنه عندما يكون حادث التصادم ناشئ عن طرف آخر غير المؤمن له، في هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تعود على هذا الطرف وتطالبه أما بالتعويض بالكامل أو جزء من التعويض حسب مسؤوليته عن الحادث، وذلك يمكن أن يكون رضائيا أو عن طريق القضاء، ويسجل المبلغ المتحصل من قبل شركة التأمين في حساب يسمى حساب تعويضات مستردة، وعند قبض المبلغ يكون القيد من حساب الصندوق أو المصرف إلى حساب التعويضات المستردة. طبعا التعويضات المستردة تكون بنسبة مئوية من قيمة التعويضات الأساسية. تمام، إذا نأخذ تمرين عملي آسيا هنادي في حال وقع ضرر، وكيف قام قسم التحقيقات وكيف عوض للمستأمن. الآن لدينا في 7/8 حدث اصطدام بين سيارة علاء وسيارة شخص آخر، وقد أصيبت سيارة زهير بضرر، فأعلم الشركة وقام بالإجراءات اللازمة، فأرسلت شركة التأمين خبيرا من قسم التحقيقات وقدر الضرر بمبلغ 500,000 ليرة سوري، ودفعت الشركة التعويض وبلغت أتعاب الخبير 6,000 ليرة سوري. ثم تابعت الشركة الشخص المتسبب بالحادث واستطاعت تحصيل مبلغ 75% من قيمة التعويضات المطلوب. ما هي القيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية؟ طبعا هون العمليات الحسابية عملية بسيطة فقط، هي تخص التعويضات المستردة، فرح ننتقل فورا للقيود. أولا مبلغ التعويضات عندي 500,000، فيكون القيد الأول من حساب تعويضات الحوادث إلى حساب تعويضات مستحقة، قيمة التعويضات 500,000 ليرة سورية استحقاق، وشرح القيد استحقاق التعويض أو إثبات استحقاق التعويضات.
ثم هذه التعويضات سوف تقوم شركة التأمين بسدادها، فيكون القيد من حساب تعويضات مستحقة إلى حساب الصندوق 500,000 سداد التعويضات. لا تعب لدينا 6,000 ليرة. إذن مصروفات التحقيق في الحادث من حساب مصروفات تحقيق حوادث، تحقيق حوادث إلى حساب الصندوق 6,000 ليرة. سداد مصاريف التحقيق وتقفل بتعويضات الحوادث، وتقفل في حساب التعويضات من حساب تعويضات حوادث الحوادث إلى مصروفات، إلى حساب مصروفات تحقيق حوادث. حوادث المبلغ نفسه 6,000 ليرة سورية. طبعا شرح القيد إقفال. استطاعت هون الشركة تحصيل مبلغ 75% من قيمة التعويضات. فإذن طبعا العملية الحسابية حتى نكتب التعويضات المستردة، قيمة التعويضات 500,000 ضرب 75% ضرب 75% ممكن الورقة لفوق شوي عاصم، فتكون التعويضات المستردة قيمة 375,000 ويكون القيد من حساب الصندوق، الصندوق إلى حساب مستردة. تعويضات مستردة المبلغ 375,000 وشرح القيد إثبات التعويضات المستردة أو تحصيل التعويضات المستردة. تمام شكرا عن سنادي. معنا اتصال، معنا محمد. أهلين محمد. مرحبا عمتي. مرحبتين أهلين تفضل. أنا عمتي هلا التواريخ بالفوائد وهوني مهمة. ايه طبعا بالفوائد. سؤال عيد سؤالك الثاني، شو قلت مرة ثانية؟ التواريخ تاريخ ايه؟ التواريخ تمام. بهي الوحدة وحدة الفوائد. تمام تمام. ايه طبعا مهمة لأنه مشان ينحسب العقد ونحسب بالفوائد. تمام. الحسابات الجارية في الفوائد إلى وقت معين أو تاريخ معين ضرورية يا محمد. إذا بتتابع معنا هلا في عنا الفقرة الأخيرة اسمها إلغاء عقد التأمين، وهي كتير مهمة هون التاريخ بدي انتبه له تماما. ومثل ما ذكرت أنت بالفوائد، طبعا أكيد الفوائد هي صلب الموضوع كله بالفوائد، أنت بدي أحسبه دي فوائد يعني البحث الأول أصلاً. تمام لاحظت كنا عم نقول قبل شوي إنه إذا كان الضرر قبل تاريخ انتهاء عقد التأمين أو بعده، يعني كتير مهم إذا كان مثلا الضرر صار بعد انتهاء عقد تاريخ عقد التأمين ما بتكون مطالبة شركة التأمين بالتعويض بشيء. تمام وتابع معنا هلا بتشوف عملي. في سؤال تاني محمد؟ لا شكرا. موفق اهلا وسهلا. اهلين الله يعافيك. اذا نكمل معك استاذ ماهر. الان قد يرغب مستأمن بالغاء عقد التأمين، يعني لأنه ما عم يصير ضرر وهالمصروف عبء عليه وبجوز شوي مو متيسرة معه الأمور المادية أو بده يلغي لأي سبب. تمام. كان شو هي الإجراءات المتبعة لإلغاء عقد التأمين؟ طبعا آخر فقرة من فقرات وحدتنا الآن هي إلغاء عقد التأمين. لو منتابع بسرعة مشان لحق ناخذ تمرين عليها، يعني منتابع مع بعض يتم الإلغاء بطلب من الزبون. هنا عندنا احتمالين، يا ما بلغي أنا منذ بداية عقد التأمين، يعني بنفس اليوم طبعا هي حالة غير قابلة للتحقيق غالبا، بيتم بس بإلغاء قيد معاكس لقيد الإصدار بإجمالي قيمة العقد مع هذا رسم الطابع النسبي ورسم الطابع الثابت ورسم الإدارة المحلية. لكن الحالة الثانية إذا تم الإلغاء بعد فترة من التأمين، هنا سيحسب مبلغ مستفاد منه عند المؤمن، نسميه القسط المرتجع للزبون بعد حسم المبلغ الذي يخصص أو الذي يخص الأيام اللي استفاد منها. وحندخل الآن بتمرين بشكل موضح أكثر. تمام. لم تابع نستغلين أمس. في 1/5 اشترت شيرين سيارة بمبلغ 8 ملايين ليرة سوري، بلغت رفاهيتها مبلغ 500,000 ليرة سوري. تمام. في ذلك التاريخ أمنت عليها لدى إحدى شركات التأمين عن طريق وكيل مفوض. دفعت شركة التأمين عمولته نقدا وسددت شيرين ما عليها لشركة التأمين نقدا. هلا بتاريخ 1/8 طلب بسام من شركة التأمين إلغاء عقد تأمينه المبرم معها، فقامت الشركة بالإجراءات اللازمة ودفعت المستحق له. المطلوب ما هي القيود اليومية اللازمة في دفاتر شركة التأمين مع بيان العمليات الحسابية؟ طبعا قبل ما أبلش عندي أنا هون المبلغ المرتجع سيحسب كما يلي: القسط الصافي ناقص بدي أطرح منه رسم الطابع الثابت ورسم الإدارة المحلية ومبلغ المستفاد منه. طبعا أنا مضطر بدي طالع بالإدارة المحلية ومشان الإدارة المحلية بطالع نسبي إلى آخره، لكن حابب نوضح أكثر لكيف بنحسب مدة الاستفادة. لما طلع الآن سنادي بسرعة شوي بس معلش سنادي بعد إذنك، قال السعر الحالي للسيارة 8 ملايين ناقص رفاهيتها ذكر في نص التمرين 500,000، 8 ملايين ناقص 500,000
معي 7,500,000 7,500,000. طبعا هذه عمليات للتأمين. اثنين حطالة رسم القسط الصافي الآن ويساوي 7,500,000. طبعا نتم مباشرة تعويض الآن بس تنبيق الوقت. يفضل الطالب يكتب القانون كتابة ويعود. إذا كرر أكثر مرة نضرب 2.5% ويساوي 187,500. طبعا الثابت رسم الطابع النسبي عفوا ويساوي 187,500 ضرب 3% ويساوي 5,625. طبعا يقرر الى 5,630. رسم الطابع الثابت 300 ليرة، ورسم الإدارة المحلية 5,630 زائد 300 مضروبة ب 5% ويساوي 296.5 فيقرب إلى 297. طبعا أنا من هذول العمليات بدي أحتاج بس الإدارة المحلية والثابت عشان تروح من القسط الصافي مع مبلغ المرتجع بعد قليل من نوضحها أكثر. الآن أنا صار معي المعطيات اللي بدي إياها. استثناء إيراد رسم العقد. إيراد رسم العقد 115 ليرة سوري. طبعا هذول الخطوات ما حنكررهم الآن، هي نفسهم لحساب قسط الإجمالي للفقرة الأولى. حننتقل الآن بس الفقرة مباشرة، الآن سنادي الفقرة الثانية. حنكتب القانون اللي بدنا إياه نحن عندما أطلب إلغاء عقد تأميني بعد مدة تماما. نكتب مع بعض الآن سنادي معلش. المبلغ المرتجع يساوي القسط الصافي ناقص مبلغ الاستفادة ناقص رسم الطابع الثابت ناقص رسم الإدارة المحلية ناقص رسم الإدارة المحلية معي والثابت معي صفي بس والقسط الصافي معي. بدي طالع الآن مبلغ الاستفادة. مبلغ الاستفادة يساوي القسط الصافي ضرب المدة على 365 صفي. عندي مجهول واحد هو المدة الآن. كيف بنحسب المدة من تاريخ التأمين إلى تاريخ الإلغاء؟ هي بتشبه عملية حساب فوائد الودائع. إذا نكتب مع بعض المدة تساوي من 1/5 ولغاية 1/8. طبعا معنا الشهر الخامس والسادس والسابع مثل العادة 31 ناقص 1 وعندي السادس 30 زائد 31 زائد آخر يوم ويساوي 92 يوم. الآن سأحسب مبلغ الاستفادة. معلش عم نحكي بشكل مفصل. مبلغ الاستفادة يساوي القسط الصافي 18,700 لا 187,500 عفوا ضرب 92 اللي هي المدة على 365. هل 92 ممكن تنعطى جاهزة معي بالتمرين لكن أنا هون أنا حسبتها ويساوي 47,260 ليرة. فيكون الآن المبلغ الإجمالي المرتجع إذا القانون اللي كتبناه من عوضه المبلغ المرتجع مبلغ المرتجع يساوي 187,500 وحنكتب القيود أيضا ناقص الاستفادة. ممكن ترفع الورقة شوي ناسي هنادي. ناقص 47,260 ناقص 300 الثابت ناقص 297 الإدارة المحلية. إذا رسم الإدارة المحلية 297 فيكون الجواب 139 639 139,643 643. الآن لاحظ القيود كيف ستكتب. هي عكس قيد الإصدار تماما لكن بشكل مركب. نكتب القيدين آنسة هنادي معلش. من حساب أقساط تأمين سيارات هو عكس قيد الإصدار. من حساب أقساط تأمين سيارات إلى مذكورين. من أقساط تأمين سيارات تركي ليها فاضي إلى مذكورين. أقساط تأمين سيارات مستحقة هذا اللي طلع معنا بالنهاية 139,643. حساب الدوائر دوائر مالية ثابت 300 ليرة رسم طابع الثابت ودوائر مالية إدارة محلية حساب دوائر مالية 297 ليرة رسم إدارة محلية حاصل جمع المبالغ الثلاثة 140,240 ليرة.
إذا شركة التأمين ستعطي من طلب إلغاء عقد التأمين المبلغ 139,643 والدوار ما ستسدد. الآن سيرجع المبلغ الآن بالقيد الثاني، طبعا إثبات المبلغ المرتجع، وبرجع بيرجعوا المبلغ للعميل من حساب أقساط تأمين سيارات مستحقة إلى حساب الصندوق بالمبلغ 139,643 139,643 إرجاع المبلغ للزبون شيرين. طبعا هي إجراءات إلغاء عقد التأمين بعد مدة من إبرامه. تمام، إذا شكرا أستاذ ماهر، شكرا أنسي هنادي، استمتعنا معا بهذه الندوة، نتمنى أن نكون قد حققنا الفائدة لأبنائنا الطلاب. شكرا أستاذ ماهر من دمشق والأنسي هنادي الأبيض من ريف دمشق. أبنائي الطلاب، نتمنى أن نكون قد حققنا الفائدة المرجوة من هذه الندوة مع اللقاء في ندوات أخرى إن شاء الله.